الامر الاخر البعض بياخد بعض اللقطات وبيصنع منها بطولات، والحقيقه ما كناش حابين نتكلم عن النقطه دي، ولكن احنا لا نقبل فكره الاهانه باي لاعب في الفريق النادي الاهلي. من حقك لو مهاري وعندك المهاره تقدر ان انت تعمل كل حاجه في الكوره، حقك، لكن لما يكون الامر لا نابع عن المهاره ولا اصلا اللقطه دي لقطه صحيحه، وكابتن فرجاني ساسي ياخد لقطته مع الكابتن حسين الشحات ويحطها عنده على طبعا الاكونتات الرسميه ليه، ويقول عندما تواجه رقم 13 فعليك ان تكون مستعدا. الحقيقه مش دي اللقطه يا كابتن فرجاني اللي كنت تاخدها، دي اللقطه كابتن هيثم وبيقول ان انت لما تواجه رقم 13 عليك ان تكون مستعدا، وده طبعا بيكلم الكابتن حسين الشحات. انت قلت كلمه كويسه جدا. اتفضل. قلت انه ممكن في صفحات تكتب او جماهير عادي. بالظبط، ولكن اللاعب على صفحته الرسميه هنا المشكله. اتفضل. ده حقيقي. عندنا بقى اللقطه دي اساسا هي فاول على الكابتن فرجاني ساسي، دفع فيها زي ما حضراتكم شايفين، وركزوا مع الكوره بس، واضحه وصريحه. هنا طبعا في لحظه من اللحظات عدسه مصور لقطت اللقطه، فرجاني ساسي واقف، حسين الشحات على الارض، فظن فرجاني ساسي ان هو رقص حسين الشحات بالشكل ده. اعتقد الصوره يا كابتن هيثم صوت وصوره واضحه، فيديو واضح، وادي الكره فاول. بس احنا متفاهمين ان هو طبعا اخر موسم ليه ومحتاج يسوق طبعا، ما نقدرش بقى يعني بس يعني هي في النهايه، بس احنا مش على مش اللقطه ما تتاخدش وهي مش في محلها. لا بالظبط كده. تعالى بقى نشوف اللقطات اللي تتاخد وهي في محلها، والمفترض ان كابتن فرجاني ساسي كان المباراه دي ما يحط الصوره زي دي، لان يا كابتن فرجاني عليك وانت امام رقم 19، وما ادراك ما رقم 19 الان في النادي الاهلي، محمد مجدي قفشه، كابتن محمد مجدي قفشه، حضرتك لازم تكون مستعد اكثر واكثر عندما تواجه رقم 19. ده الصوره دي لا، الفيديو واضح جدا، واعتقد ترقيصه واضحه جدا، ولا في خطا ولا في فاول ولا في اي حاجه، ودي اللقطه من كل الزوايا طبعا. محمد مجدي قفشه يرقص وهو في البيت، وده كمان يعني مش رقم 19 وبس، لا ده انت تاخد بالك كمان من رقم 17. والحقيقه هنا الكابتن امين عمر مش عارف ادى الفرصه ليه لما طاهر شاطها، كان المفترض فاول، لكن ما كانش بس ده موقف قفشه مع ساسي، ده كمان في مباراه السوبر 3-2 وقفشه ايضا مع فرجاني ساسي بيوصل رساله لفرجاني ساسي، خليني اقول لك شوف عليك ان تنتبه امام رقم 19. النادي الاهلي السنه اللي فاتت لعب بطوله العالم للانديه وبطل افريقيا وبطل الدوري والثلاثيه كلها النادي الاهلي خدها، ولكن عمر ما النادي الاهلي صدر منه من لعيب على الموقع الرسمي او على الموقع الرسمي النادي الاهلي انه مش هنقول يعني او في لفته منها فيها سخريه او فيها استكبار او فيها مباهاه بهذا المكسب او بهذا النصر. النادي الاهلي عمره ما عمل كده وعمره ما هيعمل كده، ولكن للاسف احنا زي ما قلنا لما يصدر هذا الامور او هذه الامور من جماهير ممكن نلتمس العسر او يبقى بحد مش فاهم، انما تصدر من اللاعب نفسه وتتحط على صفحته الرسميه هنا المشكله، وعمر ما النادي الاهلي بيسمح على هذا التجاوز. لو الوضع العكس عمر ما النادي الاهلي هيسكت على حاجه زي كده، ولكن زي ما احنا شايفين ان حتى بيتم تبرير الخطا عشان امور ثانيه اخرى تتصدر للجماهير. عمر ما النادي الاهلي بيعمل كده، عمر ما النادي الاهلي بيتاجر بقضيه خسرانه. عايز اقول لك حاجه كابتن هيثم، انت انا بكمل كلام حضرتك، طبعا الموضوع ده كان اثار السوشيال ميديا واثار المواقع الرسميه سواء للنادي الاهلي او لنادي الزمالك، وبعد الاثاره دي كلها تخيلوا محمد مجدي قفشه بينزل صوره عن المباراه على تويتر على حسابه الرسمي، ده محمد مجدي قفشه، ده الرقي، ده اللاعب اللي بيحترم نفسه وبيحترم المنافسين. محمد مجدي قبل كده كان طبعا طبعا الاهلي والتيشيرت اللي هو لابسه طبعا. كان ممكن محمد مجدي قفشه بعد الصخب اللي كان على السوشيال ميديا ينزل باللقطات اللي احنا عرضناها، ولكن محمد مجدي قفشه رفض ان هو ينزل باي لقطه من اللقطات دي. ما كانش محمد مجدي قفشه، انا عايز اقول حتى شهاده حق في اللاعب اللي كان ملقى على الارض والكابتن حسين الشحات. الكابتن حسين الشحات في مباراه الاهلي والوداد نصف النهائي، مباراه نصف النهائي بيجيب جول بيرقص المدافع، وطبعا ده لا احد يلومه عليه مره واثنين، وبيحط الكره وهو خارج من الملعب راح للمدافع اللي عمل معاه كده الكابتن حسين الشحات وكان بيطيب خاطره وبيعتذر له. هي دي سمات لاعبي النادي الاهلي، اي حد بيغلط اكيد بيكون له عقاب على حسب الخطا، لكن سمات النادي الاهلي الفرحه عندنا دايما بالبطوله، الانجاز هو دولاب البطولات مش الترقيصه ولا الكوبري ولا التشميسه ولا الهدف اللي بيجي وملوش تاثير في سير المباراه، ده مش بطوله عندنا نهائي يا استاذ. ده اكيد. خليني اقول لحضراتكم يعني
هنروح لبعض الاخبار اللي لا عندنا قبل لسه في احصائيات. طيب قول لي يا ريت. لا ده عندنا نقطه مهمه جدا. عندنا احصائيه بقى فرجاني ساسي امام نادي الاهلي. الفرجاني ساسي لعب 11 مباراه امام النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين، 6 هزايم وفوز واحد واربع تعادلات. فاعتقد يا كابتن فرجاني قدامك تاريخ طويل جدا 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 عشان تقول انتبهوا او كونوا على استعداد وانت امام رقم 13. الحقيقه لو رقم 13 هيكون مميز، فلو حضرتك كملت في مواجهه النادي الاهلي اعتقد انت اقرب واحد تصل لرقم شيكابالا من الهزائم امام النادي الاهلي.